حبيبي؟ بتقول ايه؟ حجر حجرجر حجارة لا، تبيض وتفل دجاجة لا. انا مالي يا ابني تبيض ولا تفل؟ 0900؟ لا يا حبيبي 0900 ايه واحنا رايحين؟ لا يا ابني ده برنامج تاني خالص. لا يا حبيبي، وتبيض وتفل دجاجة لا، سلملي على الوالدة. روح حبيبي. ايه ده احنا دايرين ولا ايه يا دايرين؟ طيب كل سنة وانتم طيبين، رمضان ايامه جميلة ولياليه تحفة في مصر وفي مصر بس. رمضان رمضان ضيف ظريف ضيف خفيف. ايه يا ابني هو لسه قاعد الشهر؟ خلصته؟ انت حافظ مش فاهم؟ قال لا معلش التسامح التسامح. ها فاكرينه؟ رمضان شهر الرحمة، رمضان شهر الخير، رمضان شهر النور، رمضان شهر الاحساس. لازم كلنا نحب بعض، نخاف على بعض، نسامح بعض. سامح 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 اخو سامح. في مصر حاجات خاصة بينا اتربينا عليها، مش هننسى الفزورة. هو رمضان يحلى الا بالفزورة؟ زمان كانت الفوازير في الإذاعة مع الإعلامية الرائدة أمال فهمي والعظيمة سامية صادق. كان الراديو يتهز من حلاوة صوتهم ورخامة الصوت، حاجة تفرح مش زي دلوقتي اي حاجه تفرقع تبقى صوت. من القاهره فوازير رمضان. ومع ظهور التلفزيون هذا الجهاز الاعلامي العظيم ظهرت فوازير الامثال. كان يعملوا حاجة كده دراما ويجي الممثل في نهاية الحاجة يقول لك على رأي المثل، وفجأة خرج ما تسمع له الصوت أو السر الإله طلع ما تعرفش. المهم الناس تبعت بقى جوابات في البوستة، وبعدين الجوائز بقى لما تطلع حاجة تفرق 5 جنيه من الكبيرة الخضرة دي العريضة، أو 3 جنيه من الوسط، أو جنيه من اللي هو تعب الهول ده. المركز الرابع بقى كان يدفع 0.5 جنيه عشان ضيع وقت البرنامج، لغاية لما جه المخرج أحمد سالم. أحمد سالم عمل لنا فوازير مختلفة، فوازير الثلاثي سمير وشهير وبهير. لا أنا آسف مش دول، سمير والضيف وجورج. الفخامة الرأس، كان الرأس صحيح خشن رجالي شوية، احنا ما عرفناش امتى الرأس لما ظهرت صفينا الصراحة معلش. كانت الجوائز بقى على ايامها لها قيمة شوية. راديو ترانزستور، راديو ايه؟ راديو ترانزستور يجيب صوت العرض، او كاسة باب واحد من اللي تحط فيه الشريط يسف باب، او كان يبدو حاجات بقى شكلية عينية كده. سيدات يعني ساتي سيدتي، دخلنا عنبر الرجال ونشوف انه غوغي المرضى تصبح بالبشر والامل والتنوح والطمأنينة. وممكن يا دكتور ندرب شوية مع المرضى؟ سيبني شوية انا اتمنى عن نفسك. ايوه بس انا احبش اتكلم حد قدامه بنفوخي كده. لا اتفضلوا انت ماشي بروح حاجه ثاني. حاضر يا فندم، انا واقف في الكورنر. اي اذن او اي حاجه انا تحت امرك. ميرسي يا دكتور، اي احنا نحب نغني. الله 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 الله، شوفوا الحلاوه شوفوا الشياكه. لغايه لما ظهر علينا المخرج المبدع فهمي عبد الحميد. هذا الرجل ظهر علينا بصفيحه الجبنه البيضه نيلي، اللي اكتشفنا بعدها ان احنا مش معانا سوري ستات، معانا محشيات مفتقات. والمدهش الرائع فهمي عبد الحميد بالجرافيك والخدع زي ما احنا عاملين كده،
فوانيس حركات المخرج معانا مكلف برضو، ثلاث فوانيس وواحد كبير وصناديق كده، بقينا في رمضان قال يعني محدش عارف حاجة. المهم فهمي عبد الحميد عمل فوازير عظيمة زي التنبوكة والخطة والزلموكة، عمل حاجات تحترم. هموت يا فل يا بنت بطلنا وحطبنا، هفرجك على نمرة من ريحة الخطيب العترة. وان قلت ايه شغلته حلبتك شبكته، قول ان شاء الله. طب بس يلا سبيل الله. وتطور المبدع فهمي عبد الحميد بالفوازير لما وصلنا الى الكائن المدعو فطوطة. فطوطة يا اخواني عبارة عن جزمة انبتت شخصا على رأسه ليفة سودة وبيتكلم ولميض لمادة، وكان طبعا ممرمط معاه الفنان الجميل سمير غانم، وعملوا سمورة وفطوطة. ده مخرج أنتيكا قال اتعلم سينما في أمريكا. أي كلام فطوطة مخرج أنتيكا اتعلم سينما في أمريكا، يرقص تانجو شيكا شيكا بيكا، واحنا الجزء عاملين فوريكا ننتج أفلامي فطورة للهومي من المشهورة. فطوطة 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 فطوطة. هذا الإبداع العظيم صار معنا وكان له جوائز. الجائزة بتاعت فطوطة يا جماعة كانت وكأنها من علامات الساعة، التلاجة اللي بتتلج لوحدها. كنا بنحط احنا زمان في التلاجة لوح تلج، دي ما شاء الله اللوح جوه الله. وكان ابحاث كتير اتعملت في فطوطة، وفي بعض الابحاث اكدت ان فطوطة وسمورة اخوات بس من فوازير تانية. صراحة الله ابداع ابداع. فطوطة توتة 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 فزورة توتة 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 حدوتة توتة 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 نخوطة توتة 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 مشهورة. قولي تاني فاهم هالي. فتوتة شخصية خندوتة لكن بيبسطني الكون، مرة يبسطني بفتوتة أصحى ألاقي نفسي نابليون. وشاطر فيكم يا ربي أنا الله بيه ده تعنيني يعني فتوتة رجعني